لما اتكلفت بالمباراة دي يا كابتن؟ والله انا اقول لحضرتك على حاجه يمكن اول مره هقولها. كلمني المهندس محمود طاهر، ايوه، وقال لي يا زيزو دلوقتي احنا عندنا ماتش اهلي وزمالك سوبر ومش عارفين هنعمل ايه في الماتش ده، انت تفكيرك ايه؟ عايز اقعد معاك. فقلت له بص، المباراه دي يعني محتاجه حد يكون عارف الفرقه، يعني مدرب يكون عارف الفرقه، حد يكون قريب من اللعيبه وعنده احساس بيهم، وحد يكون ما بيفكرش غير في هذه المباراه في الفتره الجايه. فقال لي تفتكر مين؟ قلت له العبد لله، يمكن اول مره اقولها في حياتي. قلت له العبد لله. قال لي انت يا زيزو؟ قلت له اه. قلت له المباراه دي مباراه مصريه وبتمثل حجر زاويه بالنسبه للنادي الاهلي، ومعنويا كانت وعايزه حد بسرعه جدا. اللعيبه الفرقه كويسه، اللعيبه كلها لعيبه محترمه جدا وعلى مستوى عالي جدا، كلهم دوليين. مش محتاجين غير ان هم ينضبطوا نفسيا، بس يحصل توازن نفسي واعداد نفسي ليه. فقال لي لا خلاص، بدل انت حاسس بكده نتوكل على الله. الحكايه دي يمكن بتكشف لي جزء ما اعرفوش، مش متخيل حضرتك مقدام، يعني اي حد يخاف يرشح نفسه المباراه دي، بالعكس مزبوط. ده لو واحد شايف ان هو اعظم مدرب في الدنيا يقول لك طب بلاش المباراه دي، يعني ايوه صح، ما ده اللي بيحصل. في ناس كتير بتقول اللي حضرتك قلت عليه ده كمدرب جديد جاي يقول لك طب معلش انا استلم بعد المباراه. ايوه ده بيحصل على طول. فانت قلت ها انا ذا، انا اللي هاخدها. انا بعتبر ده بيتي، البيت الواحد اولى من اي حد تاني انه يقف في اي مشكله فيه. طب ولو كنت خسرته يا كابتن؟ والله ما اعرفش، يعني انا اقول لحضرتك على حاجه برضه اول مره اقولها. الحوار اللي حصل بيني وبين المهندس محمود ده كان الساعه 11 بالليل. انا منى مراتي بتنام بدري شويه قبليه يعني، فبنقوم نصلي الفجر، فبعد ما صلينا فبتقول لي انا سمعتك بتتكلم مع حد. فقلت لها اه ده المهندس محمود طاهر. فقالت لي طب عملتوا ايه؟ فقلت لها عندنا صعوبة في الماتش الجاي، وكان بيتكلم على مين يمسك الماتش. قالت لي اه صحيح، دي مشكلة كبيرة قوي، مين يمسك الماتش؟ قلت لها انا. احنا كنا هنبتدي ننام، خد بال حضرتك، راحت قايمة قاعدة وقالت لي، قالت لي انت كده بتخش النار برجليك. فقلت لها لا ما تقلقيش، ست عاقلة. ما تقلقيش. قالت لي دي مسؤولية كبيرة يا زيزو مش عارف ايه بتاع. قلت لها ما تقلقيش، ان شاء الله خير باذن الله. هي لما بتحس بيا بقى، هي يعني من خلال مواقف كتيره مرينا قبل كده، دي حرم حضرتك. لما بتحس بيا في المواقف الصعبه دي، عندها الحمد لله من خلال التجارب مع بعض ثقه كبيره جدا في رؤيتي. مسانده بقى، خلاص بتتحول، بتساند بقوه، مش الست اللي تكسر مقاديم جوزها. لا 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 خالص، بتساند بقى بقوه. هي بسم الله ما شاء الله ذكيه جدا وعاقله جدا، فدايما ليها رؤيه وليها تصور. فجت قالت لي ربنا يوفقك. يعني المنظر قولي ده، احكي لي على اللقطه دي يا كابتن. ده كان اول لقطه لينا بعد ما كسبنا السوبر، وكان اول تدريب لمستر باسيرو بعد ما جه واستلم مني. فانا كنت قاعد موجود بره الملعب بلبس العادي. ايوه واصروا ان انا يعني اروح احييهم. بص يا كابتن، يعني هقول لحضرتك على حاجه، الشخص اللي منتصر ومليان من جواه الانتصار مشيته هتبقى مش كده، تحيته مش هتبقى، انت ما عندكش ولا لمحه غرور ولا لمحه تعبير عن النشوه، ده انت رايح بتأدي واجب، يعني وكأنك بتقول الناس دي جت ما يصحش ان انا ما اسلمش عليهم، فروحت تسلم ومشيت. ما شاء الله عليك والله، لان فعلا دي جزء من طبيعتي، لان انا بعتبر ان سعادتي الشخصيه في ان انا احس ان الناس دي مبسوطه. فطول عمري فعلا السعاده بتاعتي مكنونه جوايا، حتى لما الفرقه بتاعتي بتجيب جول وجول مهم جدا، تلاقي التعبيرات بتاعتي ما هياش التعبيرات اللي هي فيها مظهر حركي، كلها تلاقيها تعبيرات من جوايا. ببقى سعيد بقلبي، سعيد بنفسي، لاني شايف ان الناس دي مبسوطه. هي دي السعاده اللي انا بحسها فعلا.
ايوه انت بقى كنت جوه وقالوا لك الناس بتهتف باسمك ولا ايه يعني؟ لا انا كنت قاعد بره قاعد على كرسي بتفرج على التمرين بتفرج وفجاه لقيتهم بيهتفوا باسمك. فكان لازم اروح احييهم طبعا. ايوه بس يعني انا مش هقول انه ده خجل لانه انت متعود على الجماهير، انت لعبت وكل حاجه، انما ده هو قرار، انت واخد قرار انك لا تغتر ولا ولا حتى ساعات مراتي بتقول لي ايه مثلا في بعض المواقف اللي ربنا بيبقى كريمنا قوي فيها، فتقول لي بس اوعى تتغر. اقول لها يا منى لو انا عايز اتغر كنت اتغريت وانا عندي 16 سنه مش دلوقتي. صح. فالحمد لله دي على فكره انا كنت بعمل الحركه دي لما كنت بلعب، كنا نروح نحيي الجماهير، كنا بنوصل لغايه الجمهور ونرفع ايدينا نحييهم. معظم زمايلي كانوا وشهم يبقى كده، انا وشي دايما كان يبقى كده، بحس ان الجمهور ده ليه قيمه معينه ووقار معين لازم اتعامل معاه بيها. الباقي انور سلامه تاني واحمد عبد الباقي تاني والرافعه في النص وحلوة وفايتة. رفعة عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقة 2-1 للنادي الأهلي، وهيرفع واترفعت وحلوة وبتقع من ايد الجول، هوبا جوه الجول. ترجع تاني محسن صالح وبيلعبها والجول الثالث، الجول الثالث زيزو، الجول الثالث زيزو دخل وبيمينه تصد في الحيطه ضعيفه لكن ترجع لعبد العزيز عبد الشافي، عبد العزيز عبد الشافي يحطها حلوه جوه الجول، جوه الجول عبد العزيز عبد الشافي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي، ما شجعتش حد من ولادك ان هو يدخل في موضوع كره القدم؟ لا بالعكس، الاثنين كانوا بيلعبوا كوره عندي. عمر 34 سنه دلوقتي او 33 سنه. ايوه. واحمد 28 سنه، طبعا ده هم كانوا صغيرين. انا احمد يعني عمر كان عنده 3 سنين او 4 سنين واحمد سنتين، وعنده فريده اللي هي الحفيده ان شاء الله الشهر الجاي كام 6 سنين اهي اللي هي ديت. طبعا دي يعني المسيطره على البيت يعني. انت الجد بقى وفي دلع جامد يعني. طبعا. لا احكي لي يعني هم ازاي كملوا شو طريقهم في الحياه. ده احمد شغال في شركه في لندن بقى له 6 سنين او 5 سنين دلوقتي، وبس لسه ما اتجوزش، ومستنيين حفيد ان شاء الله خلال 3-4 ايام كده باذن الله. ايه ده، يعني على الحلقه دي ما تتذاع يكون في لونه جديد. ان شاء الله يا رب يبارك فيه يا رب، والف مبروك مقدما. الله يبارك فيه. وكنت عايزهم يعني يكملوا ويحترفوا. كانوا بيلعبوا في نادي الصيد. بس دي هوايه مش احتراف. وكانوا والاثنين كانوا لعيبه كويسين جدا، ولكن المذاكره مع الوقت وضيقه هم كانوا مهتمين. يعني عمر كان دايما يقول لي انا مش هروح النادي الا لما احس ان انا بقيت كويس في المدرسه او في الكليه. فطبعا كان فات وقت طويل جدا. وجيت انا حتى كان عنده 15 سنه قلت له عمر لو اتاخرت اكتر من كده انك انت تلعب في النادي الاهلي مثلا او على المستوى بتاع المنافسه العاليه مش هتقدر، في حاجات كتيره جدا هتفوتك. وقد كان، فهو لغايه دلوقتي بيلعبها للهوايه يعني. ايه بالنسبه لك اعظم لحظه كرويه؟ يعني ممكن تبقى في هدف، ممكن تبقى في بطوله، ممكن تبقى على فكره في موقف عابر. مظبوط. ايه اعظم لقطه بالنسبه لك شايفها محفوره جواك؟ والله لحظه المكسب او الفوز. اي مكسب؟ لا طبعا مكسب بلدي، يعني مثلا لما كنا بنكسب بطوله مثلا مع المنتخب دي بتسعدني جدا، سواء كنت لعيب او مدرب. لحظه احراز هدف دي كان بيسعدني جدا لانها بتسعد. دي مثلا دي كانت البطوله العربيه في العراق سنه 72 وانا كنت اصغر لعيب انا وفاروق جعفر، وجنبي هنا في الكابتن البوري الله يرحمه وكابتن عادل البابلي نجم نادي الاتحاد.
والبطوله دي كنت انا اللعيب الوحيد من النادي الاهلي اللي في المنتخب، ووفقت بفضل الله في النهائي. ده الكابتن حسن مختار الله يرحمه، كان حارس مرمى منتخب مصر، وبرده عادل البنا، عادل البابلي، وبرده البوري. ده كاس كاس افريقيا ده. فطبعا ده كاس مصر برده احرزته مع الكابتن جواري، وده الكابتن مصطفى عبده حبيبي اللي هو ربنا يا رب يتم سلامته، وكابتن صفت عبد الحليم، وكابتن مصطفى يونس برده كاس مصر. وده الفريق كله بقى سنه 74 لما كسبنا البطوله. ايه اللي انتوا لابسينه ده يا كابتن؟ ده تريننج سوت شيك قوي. كان اول مره نلبس بدله تدريب خروج بالمنظر ده. كان ده المنتخب الالماني كان لابسها، واحنا جات لنا نفس البدله. يعني حدث، يعني الصوره دي بتأرخ لاول مره نادي يلبس بدله تدريب. كان اول مره، واول مره البدله دي بالتحديد. امال كنتوا بتلبسوا ايه قبلها؟ لا بنلبس تريننج عادي، انما دي كانت بدله تحس انك ممكن تخرجي بيها، يعني كنا بنخرج بيها. دي مره كده ما كسبنا برضه افريقيا، كان في حفله وكابتن صالح كان بيقدم لي يومها زي درع او حاجه. ده كابتن محمود الخطيب اللي انا بعتبر ان احنا يعني بنمثل جزء، كل واحد فينا جزء من تاريخ التاني. طيب ايه اصعب لحظه في المستطيل الاخضر مرت عليك يا كابتن؟ والله في لحظة احكيها لك برضو ما حدش يعرفها خالص. عظيم. غير الناس في لبنان يعني. اتعرضت لصاعقة في الملعب من سنتين. كان زي اليومين دول بالظبط. يعني ايه تعرضت لصاعقة؟ كنت بمرن نادي العهد. ودي من اصعب الايام اللي انا مريت بيها في حياتي كلها. فأثناء التمرين المطر نازل كان بغزارة، وكان الجو حلو جدا ممتع، بيبقى بالنسبة لنا في التمرين بيبقى منعش. وفجأة جه صوت رعد وصاعقة. أنا طبعا في حياتي ما مرتش بيها قبل كده خالص يعني. الصوت خلانا كلنا، كل اللعيبه والمدربين كلهم سقطوا على الارض من الصوت القوي جدا، وانا اغمى عليا كده لمده مثلا 15 20 ثانيه، مش انا لوحدي يعني، انا والاخرين. انا فجاه لقيت نفسي على وشي وعلى الارض. والصوت فضل بقى طبعا في دماغي ده حوالي 3 4 ايام. و متاكد انه رعد ولا قذيفه؟ لا لا رعد. اصل يعني اللي يعمل الحاله يمكن تبقى قذيفه، ما اعرفش انت كنت في لا لا فين في لبنان. المطر نازل ورعد وبرق الاثنين مع بعض، حتى البرق جه الاول طبعا، انت عارفه البرق اسرع. فالبرق جه الاول واحنا متعودين، كنت متعود على كده في لبنان، وبعدها تسمعي الرعد بس من بعيد، انما الصوت كان فظيع لدرجه ان كلنا وقعنا على الارض. وعدى رعد وعدى. رعد وعدى الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كابتن عبد العزيز عبد الشافي، طول الوقت اسمك مرادف لحاجات كتيره قوي، كلها حاجات حلوه يعني لله. يعني لو بنتكلم على المهاره، لو بنتكلم على الاخلاق، لو بنتكلم على حسن السلوك، لو بنتكلم على حسن النصيحه، لو بنتكلم على انكار الذات، دايما مرادف لحاجات حلوه قوي الحمد لله. وعارف كابتن عبد العزيز ده قليل قوي اليومين دول، عشان كده احنا لما بنلاقي نموذج زي حضرتك دايما بنحس بنوع من الامتنان الكبير، بنحس ان احنا لا طول الوقت عايزين نقول لك لا احنا واخدين بالنا، لا احنا عارفين الحمد لله. لا احنا مش فايت علينا انه في ناس ناصعه ومليانه الايجابيات دي وحوالينا، احنا عارفين وشاكرين وممتنين. ربنا يخليك، وانا كمان ممنون جدا جدا. كابتن عبد العزيز عبد الشافي. لقيت نفسي بترعش. الناس اللي يعرفوه بيطلبوا الدعاء له، اللي هو مت بقى خلاص،
جسمي بيطلع دخان، انا 20 يوم بعيد عن الدنيا خالص. كلهم كانهم مسلطين بعض، كلهم نفس الكلام. هو مش موجود في الدنيا يا ورد. انا بقيت مذهول طبعا، ايه اللي جايب الواد ده هنا؟ مشوه دلوقتي لسه بدري. هو كان في دنيا تانية خالص، مش فاهم ايه اللي بيجرى في الكون اللي حواليا ومفيش صوت كمان يطلع. دي كارثه. مفيش نفس، مش عارف تتنفس. لا نفس ايه؟ انا معمول لي شقه حنجري هنا. مش انت اللي قعدت تعوم على الترابيزه منين؟ بسحب. ايه المشكله؟ بتزحلق.